السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. النظارات الماسية وعروض لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية وين؟ في فرعهم الموجود في حي النهضة على طريق الأمير بندر بن عبد العزيز، وعندهم فرع ثاني في حي النسيب على طريق شارع أحمد بن حنبل مباشرة. ما عرفت الموقع؟ اكتبوا النظارات الماسية بيوصلكم هنا مباشرة. العروض القوية والأسعار والأصناف السنابات القادمة. شوفوا ما شاء الله عروض النظارات القوية اللي عندهم، أي فريم من هالفريمات اللي تشوفونها، عشرات بل ما شاء الله مئات الخيارات. سمعني يا سعود، كم السعر؟ العرض على الفريم ب69 ريال. أي فريم ب69 ريال فقط، سعر موحد على جميع الفريمات اللي تشوفونها في المعرض ب69 ريال لمدة أسبوع في الفرعين، فرع النظارات الماسية. ما شاء الله خيارات النظارات الشمسية. سعود وش يقول العرض؟ أي نظارة شمسية بكم؟ 69 ريال. 69 ريال لمدة كم؟ لمدة أسبوع. أسبوع يا جماعة، خيارات كثيرة جدا في النظارات الشمسية. وأي نظارة شمسية تشوفونها قدامكم على 69 ريال، ما هو في الفرع فرع التصوير، لا في الفرعين، فرع حي الروضة وفرع حي النسيم، متوفرة على 69 ريال لمدة أسبوع فقط. وش العرض يقول على النظارات الطبية؟ النظارة الطبية شامل الفريم والعدسات ب99 ريال. مع العدسات مع الفريم ب99 ريال؟ 99 ريال المرحلة الأولى، 4 مع 2 المقاسات، 4 مقاس 4 مع 2. يا جماعة أي إطار تاخذونه من هنا ويفصلوا لكم عليها العدسات الكورية بنفس المقاس اللي ذكرها سعود بس ب99 ريال، ويقولوا لك إذا تبي الفريم الحالة ب69 ريال، ويقولوا لك تبي النظارات الشمسية وحنا مقبلين على الصيف وأي خيار تختارونه ب69 ريال. وين تلقون مثل هالأسعار؟ فقط في النظارات الماسية في الفرعين. الله يوفقنا وياكم. النظارات اللي هنا يا سعود وش التفاصيل اللي فيها؟ هذه نظارات أطفال عليها نفس العرض ب69 الإطار، ومع العدسات ب99 كوري عاكس 4 مع 2. ممتاز، يعني الإطار ب69، وإذا يبون مع العدسات الكوري مرحلة أولى 4 مع 2 ب99. نظارات نظارات مقاومة للكسر 360 درجة مثل ما نلاحظ نشوفه، في خيارات كثيرة جدا. أي نظارة مع العدسات ب99 ريال، بنفس الكلام اللي ذكره سعود، حتى هنا هالأشكال ما تنكسر ولا شيء بنفس العرض. قسم سعود عندنا، هذا قسم النسائي للنظارات الشمسية. جميع النظارات 69 ريال، أيضا 69 ريال. وأيضا اللي هنا بعد قسم النظارات النسائية على 69 ريال، وفيه ما شاء الله خيارات كثير جدا. سات يا سعود وش العرض اللي عندنا؟ العرض على اي عدسه زينه ب99 ريال، سواء لنسمي ديفا جميع الماركات العالميه 99 ريال. 99 ريال ممتاز. العرض كان هنا على العدسات ب99 ريال، وش بعد فيه يا سعود؟ كذلك في عرض على العدسات الشفافه اليوميه والاسبوعيه والشهريه ب99 ريال، ايضا ب99 ريال. اي نعم ب99 ريال، سابقا كانت 179. يا سلام، ما شاء الله الفرع ما فيه أي نظارة أغلى من 69 ريال، سواء النظارات الشمسية أو الإطارات الطبية. وأعطوكم عرض مدته أسبوع يا سعود، يقول أي نظارة طبية الإطار مع العدسات الكورية بنفس المقاس اللي ذكرته كم؟ 4 مع 2. نعم كوري، ممتاز، ب99 ريال. أيضا نظارات الأطفال مع العدسة بنفس المواصفات اللي ذكرها سعود ب99 ريال. العدسات ب99 ريال. فرع التصوير حي النهضة طريق الأمير بندر بن عبد العزيز، في هذا الفرع في فحص مجانا، أسعار مدتها أسبوع. عندهم فرع ثاني في حي النسيم على شارع أحمد بن حنبل بس ما في فحص، الفحص في هالفرع. الله يوفقنا وياكم. شكرا يا سعود على هالأسعار القوية. الله يحييكم بالنظارات الماسية. الله يعافيك. اسمهم النظارات الماسية، وخيارات كثيرة جدا من النظارات، حتى قسم النظارات الشمسية النسائية أي نظارة ب69 ريال، عروض قوية.